ضمن سلسله الاجتماعات مع خليه الازمه المشكله بامر الديواني من قبل السيد رئيس الوزراء تواصلت اجتماعات هذا اليوم ايضا استمعنا الى المعوقات وتم تكليف الدوائر بتقديم كل احتياجاتها على وجه السرعه وكان هناك اتصال هاتفي من دوله السيد رئيس الوزراء بالسيد الدكتور مزاحم الخياط حول اكمال كل مستلزمات محافظه نينوى كانت اولى اولوياتنا في الطرح موضوع زياده حصه الكهرباء لمدينه الموصل اليوم المدينه تنعم ب18 ساعه متواصله تشغيل طالبنا بزياده اكثر من 200 ميجا حتى يكون هناك 24 ساعه تشغيل هذا من جانب وايضا مطالبه خليه الازمه ومن خلالهم الى رئيس الوزراء الاسراع باحاله جسور في مدينه الموصل، سنبدا بجسر الرابع والثالث والخامس على وجه السرعه او احدى هذه الجسور لان حقيقه موضوع الجسور مقلق جدا ونخشى ان تكون هناك كارثه جديده بسبب عدم وجودها. ايضا فيما يخص عمل البلديه والمنطقه القديمه نسب خليه الازمه بتخويلي بتشكيل مديريه بلديه خاصه وقسم خاص تعنى بكل المدينه القديمه من التزاماتها من دائره الماء والمجاري والكهرباء وهذه تكون خاصه بالقديمه حتى ننهي ما موجود من اثار داعش في هذه المنطقه وتبليط الطرق وايضا ايصال الكهرباء بطاقه اكبر اليوم عشرة امبيرات لا تكفي لكثير من العوائل. كل هذه دخلت ضمن الخطه ومناقشتها هذا اليوم، كلفنا بتهيئه تقرير كامل يوم غد، وسيكون اجتماع لخلية الازمه مع دوله السيد رئيس الوزراء لطرح كل هذه الملفات، وباذن الله نعاهد اهلنا في هذه المحافظه بان نتعاون حتى نستمر لعبور الى مرحله الامن والاستقرار لمحافظه نينوي. تستمر خليه الازمه المشكله من قبل دوره رئيس الوزراء. بعقد اجتماعاتها المستمرة مع مدراء الدوائر من أجل الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها محافظة نينوى بشكل عام نحن بدورنا كمديرية بلديات نينوى اليوم حضرنا في الاجتماع إلى قيادة عمليات نينوى وكان الاجتماع برئاسة الدكتور مزعم الخياط وحضور السيد قائد عمليات نينوى وسيد قائد مقام الموصل تم التباحث بالمشاريع التي من شأنها أن تساهم في عملية دعم الاستقرار نحن قدمنا لستة من المشاريع التي أموالها مرصودة إلى السيد الدكتور بزعم الخياط ومن المؤمل أن يتم الإعلان عنها بعد استحصال الموافقات الأصولية هذا العمل الذي تقوم به خلية الأزمة هو لدعم عملية الاستقرار وتقديم الخدمات خاصة وإن بعد حادثة غرق العبارة واستشهاد عدد كبير من أهالي محافظة نينوى الآن الشارع يحتقن علينا أن نقوم بكل ما لدينا من قوة وهمة من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين حضرنا اليوم اجتماع في مقر قيادة عمليات نينوى اجتماع خلية الأزمة بحضور أيضا الدكتور مزاحم الخياط لمناقشة احتياجات واقع المنظومة الكهربائية لمحافظة نينوى تم التوصل إلى تثبيت هذه الاحتياجات وسيتم مفاتحة مجلس الوزراء بصدد تأمينها أهم فقرة هو زيادة عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لأن حقيقة الوضع الحالي للمنظومة الكهربائية جيد والأحمال أيضا بدأت تنخفض فإن شاء الله سنصل إلى نتيجة تأمين الطاقة الكهربائية للمحافظة بشكل مستمر بما لا يقل عن 22 ساعة هذا ما متفق عليه أيضا تم تأمين بعض الاحتياجات للأقضية والنواحي من قبل أيضا خلية الأزمة هذا الموضوع سيتم التأكيد عليه أيضا من قبل الدكتور مزاحم الخياط مع مجلس الوزراء وأيضا أستغل الفرصة أنه سيتم قريبا إن شاء الله تثبيت العقود العاملين في وزارة الكهرباء عموما وفي نينوى أيضا بشكل خاص قريبا جدا اليوم وقعنا الاستمارات التعيين ان شاء الله وسترفع الوزاره غدا ابشر ابنائي العاملين في قطاع الكهرباء سيتم تثبيتهم ان شاء الله شكرا ما <applause> هي مدينة الموصل مجهزة حاليا بالكهرباء بشكل كامل باستثناء المدينة القديمة تم تجهيزها بشكل مؤقت نظام العشرة أمبير نصبنا محولات وجهزنا ايضا المدينه القديمه بالكهرباء، اما باقي المناطق تم تجهيزها بالكامل، ماكو منطقه في مدينه الموصل ما فيها كهرباء. كان الاجتماع برئاسه السيد رئيس اللجنه وحضور اغلب رؤساء الدوائر لغرض تقليل الاضرار وكذلك تقديم الخدمات. اليوم كذلك تم اليوم بما يخص شركه التوزيع المنتجات النفطيه تم اطلاق تجهيز الحصه الثالثه بواقع 100 لتر للبطاقه رقم 6 حيث اليوم منافذنا التوزيعيه كامله بكافه طاقاتها الخزنيه للنفط الابيض على اخواننا المواطنين التوجه الى المنافذ التوزيعيه لاستلام حصصهم. ما يخص المشتقات النفطيه في محافظه نينوى بعد افتتاح المحطات وعاد عمار المستودعات الحمد لله نينوى تشهد حاله استقرار ما يخص المنتوجات ان شاء الله عازمين على تتاح كافة المنافذ في محافظة نينوى